طبعا الحمد لله اليوم يعني الفعاليه جيد ممتازه وحضور جيد من القطاع ومن الانتربرنورز ومن رواد الاعمال، ونشكر هيئه المنشآت على هالتنظيم وكذلك الزملاء في فتك السعوديه الله يعطيهم العافيه. طبعا الامسيه اليوم هي لتعريف رواد الاعمال في مجال التقنيه الماليه ببرنامج طموح وكيف يمكن الاستفاده منه، وكذلك الاستفاده من الخبرات المشتركه والنتوركينج ما بين رواد الاعمال. والحمد لله يعني اليوم باذن الله انها كانت مفيده للجميع الحضور. يعني بالحمد لله قطاع التقنيه الماليه في اخر سنه شهد نمو كبير سواء مع عدد الشركات او من حيث الاستثمارات، حيث اشارت تقارير صادره مؤخرا على ان قطاع التقنيه الماليه هو اكثر قطاع استحوذ على استثمارات الاستثمار الجريء او الفي سي في العام الماضي، وهذا دليل على الحراك الكبير في هذا القطاع. فالحمد لله هذا شيء نفخر فيه ونريد ان نعزه الان مع اعتماد استراتيجيه التقنيه الماليه اللي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا.